إظهار شاشة الموبايل على البث المباشر وكمان تفعيل الربح في البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحلى ناس وأحلى عيلة. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. هندخل مع بعض النهاردة نعمل بث مباشر. تمام، إزاي أظهر شاشة الموبايل على البث المباشر بتاعي من خلال الهاتف ومن خلال تطبيق اليوتيوب، او كمان تفعيل الربح عليها من قبل ما نبدأ الحفلة من خلال برضو الهاتف. تمام، بضغط هنا على بث محتوى مباشر. تمام، ضغطنا على علامة البلس اللي هي ازاي، وبعد كده بث محتوى مباشر. تمام، عندي هنا اختيارين، عندي كده اختيارين. تمام، عندي هنا يا اما لو فضلت على العلامة دي هيبقى البث المباشر بتاعي اللي انا احط فيه الفقاقيع والايه والعلامه واللي هو بيبقى اسود واظلل للكاميرات وكلام من ده، صح؟ طيب لو ضغطت على العلامه دي اللي جنبها على طول، اهو في جنب علامه جنبها على طول، العلامه اللي لو ضغطت عليها اللي جنبها على طول دي، ده هتبقى معاك هتخلص كل اللي انت عايزه، بس هيبقى يبث الشاشه بتاع التليفون زي ما تروح قدام انت في اي مكان، شاشه التليفون هتروح، فتحت الشات هيفتح الشات قدام الناس، دخلت تشترك عند حد، يعني اي حاجه كده، اي حاجه فتحتها على شاشه الموبايل هتبقى معروضه عندك في الحفله بتاعتك. تمام، وصلت النقطه منين؟ يعني من العلامه دي، عندك علامتين اهو، يا اما هنا هضغط على دي او دي، هختار الاختيارين، يا اما الكاميرا العاديه، تمام، يا اما هبث شاشه الموبايل. تمام، طيب ازاي هفعل اصلا الربح عليها؟ ازاي هفعل الربح عليها؟ هنا هنكتب العنوان طبعا. تمام، هنكتب مثلا وليكن بث تجريبي، ماشي، بالنسبه له غير مدرك بس عشان الشرح وخلاص لان همسحه. تمام، عنوان لعبه وكلام ده سيبك من ده كله. عندي بنزل لتحت، طبعا احنا كلنا لا بنختار لا المحتوى ليس مخصصا للاطفال، بس انا عاملها في اعدادات القناه يعني بيظهر لي كده على طول. تمام، لو لسه مش عندك هتختارها لا المحتوى ليس مخصصا للاطفال. تمام، ودي برضو هي بتبقى مفعله تلقائي، بس برضو تاكد منها لا اريد اتاحه الفيديو فقط للمشاهدين الذين يتجاوزون اقل من 18 سنه. تمام، نخرج من ال بعد ما بعمل العنوان والوصف وبنزل على حاجه تحت على طول، خيارات، مزيد من الخيارات. تمام، بضغط عليها بيفتح معايا الشاشه اكتر. تمام، اهو جدول، لو انا عايز اعمل العرض اللي هو الحفله دي مثلا افتحها مثلا بكره هعملها من هنا، لها التاريخ بتاعها ده برده الجدوله بتاعتها. تمام، والموقع الجغرافي كل ده، وبنزل حاجه تحت كده عند الاعدادات المتقدمة. قبل ما بضغط على التالي كل ده بنزل على الاعدادات المتقدمة، بلاقي في حاجة عندي السماح بالمحادثة، لو انا عايز اقفل الشات يعني اعمل الحفلة نفسها كفيديو. تمام، بس الناس ما تكتبش هقفله من هنا، بس طبعا المعظم واحنا كلنا هنسيب الشات طبعا مفتوح. عندك ده للقنوات المفعلة اللي عامل ميزة الانتساب، ممكن يعمل حفلة للمنتسبين بس. ده يتضمن هذا الاعلان الفيديو ده اعلانا ترويجيا مدفوعا، ده لو حضرتك عامل اعلان على قناتك وبتقبض فلوس من معلن فبتفعله، غير كده ما تفعلوش. تمام، عندك تفعيل تحقيق الربح، تفعيل تحقيق الربح هنضغط على العلامة دي. تمام، بس كده الحفلة اتفعل عليها الربح. تمام، وخدوا بالكم الحتة دي، ده اللي هنا ده لو انت مش قابض من معلن ما تفعلوش. تمام، هنضغط على هنعمل رجوع من هنا بعد ما فعلنا الربح، هاي الخطوة دي بس. تمام، وبعمل رجوع وبروح على التالي، وبروح على ايه؟ على التالي، بكمل باقي خطوات الحفلة الحفلة عادي جدا. تمام، اهو بس تجريبي وتم ضبط ان هو يفتح بقى على طول. انا لو عايز نعمله هنا افقي وعمودي، يعني لو التليفون يفضل زي ما هو كده او افقي زي ما انت عايز هتختار الوضع، بس احنا بنفضل دايما الافقي. عايز العمودي، لو هتعمل في بس الشاشة ده اعمله العمودي مفيش مشكلة. تمام، وبنعمل التالي، هيطلع لك هتدخل على البث على طول، هنعمل اهو التالي. تمام، بعض النصائح، انت على وشك الدخول على وضع البث الشاشة، بث الشاشة خد بالك. تمام، تذكر ان كل العناصر الظاهره على الشاشه كالاشارات والمكالمات وكلمات المرور ستظهر في البث المباشر. اي حاجه هتظهر على الشاشه، اي حاجه هتظهر على الشاشه
تمام، هتعمل لك ايه؟ هتظهر في البث المباشر. يلتقط الميكروفون صوت اللاب، اي حاجه من الصوت جاي من التليفون هيلتقطه برضه. تمام، هنعمل له حسنا. ماشي خلاص هيبدا التقاط. هو بيقول لك ده بس ده عشان ايه؟ احنا عملنا وضع الشاشه، وضع التقاط الشاشه. تمام، هنعمل تمام. يبدا الان اوكي. هترجعك الشاشه على الصفحه او على صفحه تليفونك العاديه، يعني على تليفونك عادي. تمام، وبيفتح معاك دايره كده، دايره فيها الكاميرا جايبه صورتك قدامك. تمام، عندك في الشريط اللي هيفتح عندك فوق. معلش هو دلوقتي البث التسجيل الشاشه، الصوره قدامي بس انا عارف ان برنامج تسجيل الشاشه مش هيسجلها. تمام، لكن انا بقول لك على اللي هيحصل. هتلاقي الدايرة اللي تحت دي فيها صورتك، ممكن تقفلها، في شريط فوق هيظهر عليك، او لو ما ظهرش هتضغط على الدايرة دي هيظهر لك شريط فوق كده. تمام، تقفل منها الكاميرا عادي، هيجيب لك صورة قناتك اللي انت حاططها على القناة، صورة البروفايل هتبقى هي اللي موجودة في الدايرة دي. تمام، وتكمل تفتح بقى بعد كده تدخل من اليوتيوب عادي. بس لاحظ ان كل حاجة على الشاشة، تمام، هي الناس شايفاها، اي حاجة اي اشارات هتجيلك اي حاجة. تمام، هتفتح على اليوتيوب عادي، هتدخل على قناتك هتلاقي الحفلة موجودة شغالة، تدخل على الشات وتبقى مع الناس عادي شايف الشات، وتقدر تديلهم مفاتيح وتقدر تكتب عادي، ده كله من اليوتيوب عادي. تمام، وبرده الكاميرا قلنا تاخد بالك ان هي مقفولة. خلصت، هتضغط على الدايرة دي هتلمسها بس. تمام، هيفتح لك الشريط ده تاني، هتلاقي فوق علامة الاكس، هتقفل منها، هتضغط على علامة الاكس هتقفل منها عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. تمام كده الحفلة بتاعتك هتخلص، وانت فعلنا عليها ربح كل ده. تمام كده وصلت. بس ده كده الرد على السؤالين. السؤال الاول ازاي اعمل بث لشاشة الموبايل او ارسال شاشة الموبايل في البث المباشر بتاعي، وازاي افعل الاعلانات على الحفلة وانا فاتح من برنامج التليفون، من برنامج اليوتيوب، من اليوتيوب نفسه، من غير برامج، من كاميرا اليوتيوب، من غير برامج. تمام، بس دي كل الحكاية. في اي سؤال عند اي موضوع في امان الله جميعا، اي سؤال عند اي حد في اي موضوع، صح كده؟ اي سؤال عند اي حد في اي موضوع انت بسألك، يا اما فيديو، يا اما في التعليقات، يا اما في حفلتنا اليومية في البث المباشر، تحت امر الجميع في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الابطال اللي وصلوا لهنا، تمام، لغايه اخر الفيديو هنا، يكتب لي بس في التعليقات @التا، مكتوب عندك على الشاشه فوق ايه؟ @التا بس. شكرا للجميع.